لو انتوا كسبتوهم هم هتحكموا عليهم بايه؟ انا هحكم عليهم مامي she's gonna sing. ماشي لا مامي تغني خلاص. لا ملكة تغني لا مامي هترقص. الله افرح يا كابتن افرح يا كابتن ما شاء الله زي انت ما عملتوش. الحلقة دي ده العيلة هتتفتح. انا هرقص بابي هيغني. يلا نشوف الايموجيز ونشوف مين اللي هيقول الاول. ماشي اجابة صحيحة فريق فلامينجو ماما نقطة. عسل اسود. عسل اسود. حرب الفراولة. حرب الفراولة. ايه حرب الفراولة ده؟ ايه ده اصلا؟ بيغطس في الكنبة. انا مش عارف اعمل حاجة انا. ماما يس ماما. ايوه ما ده مش عدل على فكرة. ليه ما ده افلام وانا اصلا ما بركزش في الحاجات دي. ده افلام ده مش افلام. حرب الفراولة يعني ده يعني ركزك. ماشي. كلاون فيش. بلياتشو اسمه كده؟ البلياتشو اجابة صحيحة. قلت الاول. اه والله قلت كلاون. كلاون هو ما فيش فيلم اسمه كلاون انما الفيلم اسمه بلياتشو. يعني ذا سيم برضه. لا 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 ماما مختلفه. حرام والله واحنا عارفين. كف القمر. اجابه صحيحه 100%. خديجه الخساره بتتسلل لكابتن احمد. اصلا فيلم ال ايوه بيغششوا هنا بيغششوا. بحب السيما. اه بحب السيما فيلم. الله ايه بص كابتن احمد. كابتن احمد يعني لا لا يعني انا مش هتغني. انا هتغني. ستوب ات يا بابي. يا جماعه يا جماعه نتيجه المباراه بلاش تقوليها. هزيمه ساحقه ساحقه لكابتن احمد. لو اي حاجه في الكوره هزيمه قلب الاسد. وي لوست. هي مش هزيمه عاديه. بس انا متقبل هزيمه عشان انا ماليش في الافلام. خليه يعمل 20 ضغط. اعمل الضغط هنا ولا ورا زي ما انت عايز. يلا ورينا. وهنا هنا وسط الدايره هنا عند الضغط. والله الغنى اسهل. الضغط اسهل. هنا 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 كمان الغنى اسهل. لا 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 يعني تعمل 20 بضغط وما تغنيش. ما غنيش. لا ولا غني ولا ارقص. لا ماشي فاهمه بس يعني يعني انت ولا مره بقى هتلاقي اغنيه مثلا من لعمرو دياب لحماقي لعبد الحليم. والله مش فاكرهم كتير. انت مش فاكر اصلا. يلا يلا اهو يا جماعه عشان مش عارف. يلا واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 أنا بالنسبة لي ده سهل. يعني تتبهدل كده وما تغنيش. لا أتبهدل عادي. احسنت يا كابتن. احسنت اداء لياقه عاليه لياقه عاليه. قال لك ما غنيش ابدا. يعني هو بالنسبه له ده اسهل. على العموم هو الراجل اللي كان فير ونفذ الحكم.